اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الحكي بالسياسه. عادت الازمه الاقتصاديه للواجهه من جديد بظل الحديث عن رفع الدولار الجمركي من سعر ال 1500 ليره لل ألف ليره والارتفاع المفاجئ بدولار السوق السوداء وتجاوز عتبه ال ألف ليره مع اتجاه قوي لرفع الدعم كليا عن المحروقات والبنزين على وجه خاص بالتوازي هيدا كله تراجع الاهتمام بملف التاليف الحكومي بانتظار رد الرئيس المكلف على التعديلات يلي طرحها رئيس الجمهوريه حول بعض الاسماء وغياب الحديث عن الاستحقاق الرئاسي بانتظار اتضاح مساري مفاوضات فيينا وترسيم الحدود. اليوم رح نبلش القسم الاول من حلقتنا مع مدير مركز الاستشارات الاستشاريه للدراسات والتواصل الاستراتيجي الدكتور عماد رزق، اهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا للاستضافه وتحيه لكل اللبنانيين اللي عم بيتالموا بسبب هيدي الاوضاع صحيح المرسومه مسبقا حتى ما حدا يفكر في قدر علينا لا هلا تنشيلها ونحطهم على جنب شو يعني مرسومه مسبقا؟ يعني كل شيء اللي عم بيعيشه اللبناني مش من اليوم ما عم بيعيشه ما بعرف كانه قدر عليه يعني في هلا عم تقول مرسومه مش ايه قدر يعني هن عم يعني بيخلونا نشعر انه هي قدر م. انه لانه بسبب الملف النووي الايراني وبسبب لانه العدو الاسرائيلي حدنا ولانه نحنا على مفترق طرق دوليه ولانه لأنه لا لانه في عصابه خاط في لبنان واللبنانيين وقاعده تتسلى فينا بس هيدي العصابه هي عم تقصد توصلنا لهون ولا لانه ما بدها تعمل اصلاحات او شيء اول شيء اكيد ما بدها تعمل اصلاحات مين بيعمل اصلاحات يعني انت شايف شي مره شي مافيا سلمت راحت سلمت نفسها، شوف اللي عم نعيشه بلبنان اشبه الى ما كانت عم تعيشه ايطاليا بظل اذا آه بدك تسميها حرب المافيا والمواجهه اللي كانت عم تواجهها فيها آه آه المنظومه القضائيه وحتى التفجيرات والاغتيالات اللي كانت تصير مثلها بايطاليا بباليرمو وغيرها حتى وصل انه قانون مكافحه الارهاب وغيرها من القوانين الدوليه صدرت تحت عنوان باليرمو يعني تصور انه قديش صارت معروفه سيسيليا وغيرها من صحيح. المناطق انا اتخوف انه هذا النموذج اللي عم نعيشه بلبنان يعني كمان نكون صريحين انه تصور من كان بحمل سلاح طيب عظيم حمل سلاح فور فور سام ريزن لهدف او لسبب طيب يا خلص مسبب حمل سلاح طيب راح حط سلاح ولبس جرافات وصار هلا انه رجل اعمال، لا يا حبيبي بس كنت حامل سلاح وكنت ابن شارع مش بتصير ابن بيت وابن عائله، وابن الشارع ما في هاجم ابن البيت وابن العائله، معلش هيدا شيء وهيدا شيء، واكيد ابن الشارع اللي كان حامل سلاح طبعا في غيره كان حامل سلاح وابن عائله كمان، م. كمان في اختلاف صار في انقلابات فيما بينهم واليوم اللي بالسلطه موجود يعني معلش بدنا نحكي عن الثقافة وعن التاريخ والحضارة والحلم اللي موجود لسبب مالي وسبب سلطة، أكيد هيدا ما بيهمه مستقبل لبنان وتاريخه الحضاري وتاريخه الثقافي، وتاريخ العائلات وموقعه للبنان ومستقبل أولادنا، ما بيهمه شيء، بيهمه نحن زباين كيف يتعامل معنا؟ شوف بس إذا بدي أعطيك بس بكلمتين لحتى أوضح للمستمعين وللمشاهدين شو عم نحكي. نحن اللي عم نحكيه هو كناية عن اجوا اقنعوك انه النظام المصرفي بلبنان اذا بتحط ودائعك فيه بتستفيد مين مين اقنعنا؟ طبعا نحن ما عم نحكي عن القطاع المصرفي اللي كان موجود عم نحكي عن الناس اللي اجت خطفت القطاع المصرفي وادت فيه للانتحار اليوم اجوا مين خطفه؟ في ناس فاتت على الاداره يعني طبعا اكيد طعموها ولو معروفه هذا الشيء وهذا رح اقول لك كمان بتاريخنا انا كلبناني كقومي لبناني آآ آآ بس نحكي عن لبنان نحكي عن ميشيل شيحة وبس نحكي عن ميشيل شيحة بنحكي لما حكي عن مينو لبنان هو دور هو مصرف ومرفأ طيب المرفق ضربوه فكرك انه المرفق هيك ضربوه ولا ضرب يا خي فجروه هن فاسدين ومفسدين ومفجرين اكان التفجير من الداخل او التفجير بتواطؤ من الخارج او بعدوان اسرائيلي على المرفأ كلهم تضامن وتكافلوا على هذا المرفق وهلا بقول لك ليش بس انت بيكون عندك معلومات اكثر عن هيك يعني انت ما تكون عم نحكي بالعموميات قادر تصوب لي اكثر شوف حتى من... بالنتيجة بالنتيجه انا وظيفتي ضوي للراي العام مني محقق لو كل محكمة. الناس عم تحكي انه ممكن صح يكون صح هيك من... وهيك وهيك صح صح انا اللي في اقوله وقلته باحدى كذا مقابله سابقا بطلب من القاضي بطار إذا نحن بنشتغل بالتخطيط بنشتغل بالدراسات إذا عندنا احتمال واحد بالمية ما منشيله من الحساب بالتخطيط نعم. فنفس الشيء بالتحقيق إذا في عندك احتمال أو ورود معلومة أو شبهة يا يستخدمها يعني عشو أي شعر تحديدا لما،, لما العدو الإسرائيلي رئيس وزراءه بيحمل صورة وفيها المرفأ م. وبرجع بعدين منشوف استهداف لللادئية واستهداف لمطار دمشق طب ممكن يكون في استهداف لمطار آه لمرفأ آه بيروت مثل ما في كان تهديد بضرب مطار بيروت من العدو هي واحد اثنين طب ما معلش خلينا نرجع خلينا نكون صادقين رح اعطيه الشبهه خلينا نرجع للمشكل اللي صار بال 2015 على حوض الرابع على ردم الحوض الرابع والصراع صحيح. اللي صار على حوض الرابع من بعدها شو طلع عندنا مشكله البيئه والنفايات لعملوا تعميه عليها طيب ونفس الشيء نحن اليوم خلينا نرجع نحكي عن اللي صار بالمرفأ الإدارة اللي مسؤولة هيئة استثمار المرفأ كعمة إلى 15 سنة تعمل من دون ذا وجه حق عم تستثمر عم تردم عم تستفيد عم تحط كرينز عم تاخد ضرائب يا عمي في بقلب المرفأ الهونجاريت الأجارات الهونجاريت ما بتروح للدولة اللبنانية أجارات يا اليوم تعرف أنه اليوم أقفل المرفأ في عندك غرف مبردة عم بتاجرهم لل... للتجار اموالهم لمين هول شو يعني عصابه على المرفا مين حاكم المرفا طيب من من خمس سنين لورا خلينا نرجع خمس سنين لورا فضائح طلعت فيك ترجعها بالصحافه اللبنانيه مليارات الدولارات على مستوى الهدر على مستوى هذا الكونتينر شو فيه بقلبه شو بيندفع بس ليش عليه ليش عم تربط تشيل الفساد والفلتان اللي صاير على المرفا بالتفجير تبعه شوف اذا انا ما بعرف كان في مقابله للرئيس فلاديمير بوتين وسألته الصحفي اللبناني الأمريكي راغدة درغام شو قال له؟, قال له الفساد أو اختلفوا على القسمه ففجروا أو فاحترق فانفجر ايه طب يا اخي هذا رئيس وقال دولة وقالوا في صور وفي معلومات رح يزود عزيزي. فيها الدولة اللبنانية بعد بعد صور لرئيس الجمهورية شو هاد صار فيها؟ سؤالي لا, لا ما بعرف أنا بسأل قاضي بيتار ما في اسأل حدا غيره طيب اجت لجنة تحقيق اجوا الاف بي اي سكوتلاند يارد مخابرات فرنسية اجوا كلهم يا خيي ما في ريبورت مع الدوله اللبنانيه بس في واحد اجوا اسنوا على تقرير ال ال فرع المعلومات يلي اسنوا انا شو بدي جاي تقول لي ميرسي جاي تقول لي برافو ما اصلا عم بيعملوا واجبهم الوطني طيب انت شوف مين اللي زار المرفأ قبل مين اللي قبل زار قبل التفجير ايه طبعا مين, في... مين, اللي زار خلينا نتذكر قبل فتره كان مفترض رئيس الحكومه قبل رئيس الحكومه قبل ما يصير في حسان دياب مش كان في ترتيب لزياره وقتها وقام فيها سعد الحريري وعملوا له همروجي عن المرفأ ليش الناس اللي كانوا ماسكين المرفأ مش يتقاسمون فيما بينهم يعني خلينا نحكيها بالعربي ايه انه عم نحكي خل... بعدنا شوي الغاز خلينا نحكي القصص مثل ما هي. ما هي مثل ما هي ما عم نوضحها اللي كان حامل سلاح هو ذاته اللي عم بيتقاسم اليوم الورثه بس الورثه خلص خلصت تعال بتتذكر الحرب اللي صارت يلي سموها حرب توحيد البندقية وحرب الإلغاء كانت شو سببها؟ مش حرب المرافق؟ مين بيدخل ومين بياخد ضريبة ومين فارض خوة؟ شو تغير فيها؟ فاتوا قعدوا بالدولة؟ ما تغير شيء ونحن نفس الشيء مثل عشرة عبيد صغار بصيروا يقتلوا بعض هاي القصة هاي الغاز كمان بعد في اوضح منها حتى ما نقول شو اسمه الاربعين حرامي ومغارة علي بابا هاي هي اوضح من هالقد بتفضل قاضي بيطار اذا بده يكون عادل ومحق وبده التاريخ ينصفه بلبنان وبد لك فيك تكذب بس ما فيك تخفي الحقيقه فيك تنام الحقيقه بس بدها ترجع توعى ما واللي عم بيطالب بتحقيق دوله شو ليش ما نحن شفنا اغتيال الحريري شو صار شو صار هي طلعت الحقيقه وين بواجبته تحقيق دولي شو هي الحقيقه بس المسؤوليه الحقيقة؟ على ال... الورثه تبع بالحقيقة... الرئيس الشهيد هن القرار بايدهم هن اللي المفروض يعني بيعوا يتابعوا بهذا الموضوع ما بعض. معقول حدا اللي بيون طلع حكم هذه واحد اثنين معقول طلع يتهم اشخاص إيه لانه هل... بالنظام ما بيقدروا يتهم شخصيات معنويه اي جمعيات او طبي في طبق قدر حقق مع حدا اذا انت عم تحكي محكمه دوليه وعاجزه ان تصل الى ان تصل الى المعطيات طيب يا خيي بالتحقيق إيه؟ اخذوا ملفات شركه الكهرباء وملفات الجامعه اللبنانيه والماي وراحوا شافوا لوائح الاطباء والمستشفيات يا شحنوا أربعة كونتينر معلومات من لبنان شو يعني شو لشوك... وهلا بيجوا بيحكوك عن اي ام اف صندوق النقد يا حبيبي لبنان خاضع للوصاية الدوليه مش من هلا من قبل وبل كان عندهم شوي ثغره ببعض المعلومات يلي عملت لهم اياها العصابه جمعت المعلومات وصلت اخر شيء بعتهم المعلومات، اعطتهم المعلومات مقابل تجديد بقائهم في السلطه. واضحه؟ بدنا اكثر؟ يعني اليوم انت عم تربط موضوع المرفا بشيء دولي أو طبعا عم تحضر للبنان ومن خلاله في هدف ما، شو هدف من مرفأ بيروت يخدم بيروت كعاصمه للبنان، مثل ما عم بقول لك ميشيل شيحه شو حكي؟ ويخدم الاطار مليارات الدولارات تدخل من المرفأ، شو هو شو مداخيل لبنان؟ هالسيرفيسز هالترانزيت مش هيك؟ مم. شو يعني ترانزيت؟ مرفق بيروت ودمشق 70 كيلومتر مرفق اللاذقيه ومرفق طرطوس وبنياس 400 كيلومتر لتوصل على عاصمه دمشق، اذا مرفق بيروت هو يخدم عاصمتين عربيتين انضرب نعم واليوم مرفق حيفا على, حساب مرفأ هو... مرفق حيفا، خلينا نشوف وزاره الخارجيه للعدو الاسرائيلي شو كتبت عن مرفق حيفا، خلينا نشوف التلزيم اللي صار للصينيين ومن شهر صار تلزيم تاني لأنه لزموا مرفق الحاويات وهلأ لزموا المرفق بشكل عام لشركة هندية صارت شركة صينية واللي بتملكها شركة هندية طيب. مين اللي ضرب طيب اليوم قطاع المصرفي طالما طيب عم تقول قطاع المصرفي نفذ عملية الاغتيال الأولى أنه طعموا مجالس الإدارة بأهداف خلينا نجي نشوف اجت مجموعة صارت توظف سياسيا وتوظف يعني سياسيا يعني بالقطاع العام لا. وتوظف خدماتيا بالقطاع الخاص لا. انتفخت المؤسسات الخاصة والعامة واحد اثنان معلش الدمم كلها يعني انشرت من الاخر شوف حجم قديش ال... كانت معلش هلا عم نحكيها نحن على الهواء وانت وسيلة اعلامية ويمكن مستفيدين ويمكن لا معلش بالحقيقة بتنحكى لللبنانيين اليوم معظم وسائل الاعلام تتلقى دعم من مصارف وهي المصارف بالتنسيق والتكافل والتضامن مع مصرف لبنان الحمد لله مش معنيين يعني اكيد ان شاء الله بنتمنى <applause> اكيد حر. صوت حر صوت لبنان كمل فلذلك نحن اللي عم نجي نقوله ما بصير في جريمه الا بسببين يعني بعنصر الجريمه في سببين اما المال او النساء وسم الله اثنيناتهم يعني ماكنين هن الجماعه فيهم فالجريمة اكيد عالية، وبنرجع بالجريمة المقصودة إلى الجريمة بالصدفة إلى إلى إلى، خلوا يسموا لنا الجرائم اللي صارت اللي ما عرفوها، بس اليوم الجرائم اللي هن مش معنيين فيها فورا بيلاقوها، وبيجيبوا المم... وبيجيبوا المنفذ والمحرض وبيعملوا تمثيل للجريمة، وبيجيبوا الأدلة وحتى وقت ما بدهم، معلش خلوا يخبرونا تفجيرات طرابلس اللي استهدفت الجيش اللبناني. لانه ما حدا سالين عن الجيش اللبناني مرتين فجروا للجيش معهم داتا الاتصالات بيعرفوا مين اتصل باي وزير قبل وبعد ومين الشيخ وين راح ومن مين بياخد بياخذ مصاري بيعرفوها خفيوا الداتا واللي بيحكي في يحو واحد منهم اغتلوه واحد تاني خفيوا طب هالمسؤولية مين يعني بالنهاية على مين مش هذا الشعب اللي عم يرجع هو يجيبه يا خي الشعب مخطوف كيف يعني كيف اشرح لك كيف مخطوف, يعني. مخطوف. طبعا هلا في هلا حتى لحظة حتى كمان نحمل يعني مش بس ال... هيدي المجموعه شو لك خلينا نحكيها بكل وضوح وخلي الناس تعرف ما هو تفكر هالمجموعه كنايه عن ألف واحد خمسين واحد بساعة بباص بس في واحد بده ياخذ قرار في واحد بده ياخذ قرار او في مجموعه بتاخذ قرار بتاخذ قرار وهيدي المجموعه اللي عم لك 50 واحد موجودين رجال دين موجودين مصارف موجودين بالسياسه بالاقتصاد موجودين بالاعلام هو المتحكمين بالمنظومه وما شرط تطبش على صف اول موجودين حتى بقطاعات دنيا بالمؤسسات حتى اعطيك الاضراب اللي صار مؤخرا بالقطاع العام م. مين خدم خدم العصابه ما خدم الشعب شعب هذا اللي بده ورقه هذا بده يبيع بيته هذا بده عطل امور العالم شو بيكون اللي كان يعمل تظاهره ويسكر الطريق زعج مين يعني عم بيصفوا حساباتهم بين على ظهر الناس على ظهر الناس الناس ادوات مستخدمه على طاوله على رقعه الشطرنج تبعهم واحد اثنين في ناس متورطين متورطين عن سابق تصور وتصميم في ناس متورطين عن غباء كمان بيصدقوا الشعارات وال... وال... والسلوغونات اللي تطلع راح انتقل انا وياك على موضوع الحكومه كيف شو رايك بالتحر هذا تح... هيدا الملف اللي صار أه... هلا مؤخر من يومين ثلاثه اللقاء اللي صار شو اسبابه؟ هل هي اسباب بس دعايه واعلاميه ولا خلينا خلينا نشرحها كمان يعني. للبنانيين وحق الناس تعرف وحق يلي حقيقة بحب لبنان يعرف شو عم بصير هو حدا يفكر انه الرئيس المكلف بتشكيل حكومة إلى ما لا نهاية يعني لأنه ما له سقف حقيقة صار في ضغوط واتصال من الفرنسيين، لا يا حبيبي في ماكرون بفرنسا م. ماكرون وصل عم ببيع فرنسا مثل ما في هون ناس عم تبيع لبنان ولبنانيين اوف <applause> نعم انا مني فرنساوي بس فيك تسال وفيها الناس تعرف فيها تسال اقاربها وعلاقاتها بفرنسا يا عم في ناس عم بيقولوا لك وصل لدرجه ماكرون ببيع ببيع تور ايفل. ما عنده شبيه له هون عنده شبيه هون له رئيس مئاتي هن بيعرفوا مين بعض هن بيعرفوا بعض فلذلك هذه مش فرنسا طلبت هيدا شخص طلب يعني هيدا الشخص شخص, طلب من مين طلب؟ عم بيعوم حاله يعني ماكرون بفرنسا، خلينا نحكي عن ماكرون في نحكي عن هون احكي <applause> بس هن بيعرفوا مين حكي مع مين اوكي وهن مفكرين انه الاتصالات مش مرصوده ولا تسجل، هن بيفكروا انه اجتماعاتهم كمان ما فيها مخبرين وما فيها تصوير وما فيها تسجيل، كله مسجل يعني في, ما في شي مصلحه في شيء مصلحه ادت لهيدا اللي صار، شو المصلحه؟ المصلحه اعطيني لا اعطيك مصلحة مالية ليش بهيدا الظرف يا اخي ما فيهم ياخذوا المرفق بالبلاش، ما فيهم ياخذوا المطار بالبلاش، ما بيقدروا ما بيقدروا. فيك تاخذهم اليوم بس اكيد الحساب رح يلحقك بكره. فيك تركعني اليوم، فيك تاخذنا اموالنا من البنك، من المصارف. فيك تحط علينا ضرائب وتشغلنا صخرة وفقراء و... و... وتفقرنا اكثر واكثر، وفيك تزيد ثروتك وثروتك تزيد وتزيد, وتزيد وتزيد، بس كله هو فيك تعملهم بس ما فيك تهرب من الله. هلا هيدا هيدا موضوع اكيد يعني بس بعتقد يعني اليوم يتذكرني يلي خلي يتذكرني عم بيشوفوني وعم بيسمعوني يتذكروني شو عم بقول مش مطوله العمليه مش مطول كيف؟ كيف رح تنتهي؟ رح يتغير المشهد الاقليمي والدولي باتجاه وبس يتغير اذا غير رايه ماكرون نتيجه سبب ما ما بعرف خليني انا وضح بيفرطوا هون لهم مش بيفرطوا بدهم يروحوا يدوروا ما بدهم يروحوا سعد الحريري راح لاقى محل لاجئ عامل لاجئ ومرتب وضعه ومع انه في عليه اعباء وكذا بده وبتشبه كلنا بنتذكر محمد بن سلمان وقت عيط وحطهم بالاقامه الجبريه واخذ منهم شو عليهم ضريبه يدفعوها ما في شيء بيمنع انه يصير تطلع 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 وجمع مليارات وتصير انت رقم واحد ضمن ال غني بالكذا انت واخيك وخيك, وخيك وخيك في يجي اتصال واحد يقول لك روح ادفع كل اللي طلعتهم لحتى مقابل حياتك، الحياة أغلى شيء يا حبيبي. أغلى من المصالح تعتقد يلي حرك الملف اليوم يعني المصالح يلي عم تسعى لإلها اليوم فرنسا بلبنان إن كان المرفأ وإن كان مش فرنسا الشركات ماكرون. ماكرون الشركات الثانية اللي عم تسعى إنه تكون مستثمرة بلبنان إن كان بالنفط والغاز التوتال أو المرفأ أو كل توتال الشركات توتال ورانا توتال ورانا شو يعني توتال؟ حاكم ورانا. مصرف لبنان لفرنسا ورانا. يسلموا المرفق ويستمروا فيه بهذا الاسلوب يعني حتى ما ورانا يعني الماضي مش, شركة... مش الحال لا ورانا يعني انسى يعني انسى يا خي شركه ما هلا في اخبار بيقولوا التوتال عم تحجز لموظفين لإله تيجوا يقعدوا بالبنك انا اللي قلته للخبر مم. وقلت بالفندق وحجزوا عم بيتواصلوا يتواصلوا 140 الامتين من بعد هن بيعتقدوا لتشرين الثاني بعد انتخابات الرئاسه انه فكرهم بيجي ضمن الصفقه انه فكرهم خلينا نشرحها للناس ولازم فضح. تعرف الناس انه ما نفكر انه توتال هن شيء شو عم تقول انا بعطيكم سلف بدل ما تروح لصندوق النقد بيساعدك كمان صندوق النقد بيساعدك وانا بعطيك مصاري سلف وبتعطيني بالقطاع يا حبيبي ما اول شيء لما تيجي انت تقول شركه التوتال بالبلوك أربعة والله ما لقينا كميات كافيه كيف بدها تغير راي يعني انا كيف بده يكون عنده مصداقيه شركه بتغير رايها حسب التوجه السياسي او الاتصالات الدوليه شركة توتال لحتى اعطيك حادثتين حصلوا مع توتال او ثلاثة، وحدة منهم بالمتوسط. أول وحدة بالموزمبيق كانت آخذة التزام بـ 34 مليار دولار. بذات التوقيت اللي إجت سفينة الـ مش إيرانيوم سفينة النيترات، نيترات الأموديوم، الأمونيوم على مرفق بيروت. كانوا آخذين التزام بالموزمبيق. هذه السفينة كانت رايحة على الموزمبيق على أساس، مش هيك؟ مظبوط طيب، وقفت عنا بلبنان. مش قالوا حتى في بعض الناس كانوا عم بيحكوا انه لها علاقه بشركه التنقيب والمسح سبيكتروم وكذا طيب كلنا بنتذكر الأساطير اللي جابوها للحفر مش حطوها بمرفق بيروت صحيح. توتال شوف كله صار عم بجمع مرفق بيروت واذا اللي صار بالموزمبيق بيطلعوا داعش 35 واحد بداعش مع كذا 100 شخص ارهابي معهم بياخذوا المدينه اللي اخذين فيها الالتزام شركه التوتال وبعد كم شهر بيضغطوا على توتال وبتغادر الموزمبيق هي واحد بشو مربوطة؟ بمرفق بيروت واضح؟ اثنين نرجع لنحكي عن موضوع البلوك أربعة البلوك أربعة إجوا بليلة ما فيها ضوء قمر يعني مثل الحرامية أخذوا العينة معهم اللي كانت بالمكتب يلي هي ملك الدولة اللبنانية مش ملكهم اوكي وفلوا ليه؟ ليه بدهم العينة؟ ليه ما سلموها للدولة؟ وين التقرير تبعهم؟ مش مطلوب يقدموا تقرير؟ وينو التقرير؟ طيب هيدا في عمل جرمي هون وين مين حسابهم؟ ما حدا طيب ما بيجي هيك بيقدروا يجوا يجوا يكملوا طيب لما اجى سماحة أمين عام حزب الله بده يجيب بنزين ومزوت على لبنان منعوه مين منعه؟ مش أمريكا ليش طوطال جاب مزوت جاب مزوت. مزوت بسوريا وفوتوا على لبنان بس مش قال بده يجيب بنزين؟ طوطال قالوا ببطل يجي بنزين على لبنان نهائي واضحة فقال لك له ما بكفي نحن الضغط اللي علينا خلينا نوقف هون وقفنا هون <applause> طيب شركة توتال راحت لتنقب <applause> بأكبر حقل بمصر نعم حفروا البير ما طلع معهم شيء غادروا اجت شركة اني الايطالية حفرت طلع اكبر حقل غاز حقل زهر برك اليوم بيلعبوا هاللعبة بين باسم بي بي شركة اللي موجود تك اني آه توتال هيدا الموضوع صار صعب جدا اول شيء نوفاتيك عليها عقوبات اوروبيه وامريكيه ما ممكن بقى تشارك بلبنان هي واحد هي واحد اثنين شركه اني اليوم الجانب الروسي صار مالك كثير اسهم فيها وكمان في تبادل ادوار اليوم بموضوع بتعرف بدنا اوروبا عم تفكر كيف تامن الغاز والنفط لألا والشتي جاي ما رح تزعل الجانب الروسي لانه عم بيامن لها امداد من الجزائر يعني موافق على الامداد لها من الجزائر وعم بيفتحوا خط ثاني بمالي الفرنسيين غادروا مش قادرين يهدوا والصراع وين بافريقيا؟ بين مين ومين؟ حتى اوضحها للناس تعرف بين روسيا وفرنسا مين ربح؟ روسيا طب مين رح يجي يرجع يحرك موضوع استخراج النفط والغاز؟ خط واحد مين؟ خط شنغهاي توتال للنقطة الثالثة اللي كنت بدي اقول لك عنها م. راحت لتاخذ أكبر حقل غاز بإيران حقل بارس نعم اللي هو مشترك كمان مع أبيلو مع الخليج لما صار عليها ضغوط امريكيه حملت حاله وفلت يلي ما في يلي ما بيقدر يتحمل يعني اللي ما بيقدر يواجه عم نحكي اوروبا تخضع للاملاءات الامريكيه وتخاف من الاستثمارات يلي هي خارج المنظومه الاوروبيه الامريكيه الاطلسيه ورجال اعمال بلبنان مصريات يا بلندن يا بفرنسا يا بيوتون هناك كيف بدك ناس مثلهم سماسره ورجال اعمال حاطين وزناتهم وبيضاتهم عند الاوروبيين والامريكان كيف بدك يعيش الشعب اللبناني ووقفوا عجراء كيف بدك يعني هلا عمليا مين رح نشهد عم بفوت على المنطقه مزبوط مثل ما حكي السيد حسن انه تعالوا نروح نتوافق على اسم شركه جديده هي تيجي تنقب عن النفط شوف الأمريكيين الامريكان حاطين فيتو على الروسي م. واكيد الايراني ممنوع وعن الصيني والصيني كمان اكيد هو ثلاثتهم بمنظومه شانغهاي اوكي كيف عم تقول لك كان يعني على خط شنغهاي؟ ما عم بشرح لك اذا هول يعني واحد منهم لانه هول اللي بيفكروا في ناس بيفكروا ولا الايرانيين بيعملوا اتفاق من وراء الطاوله مم. من وراء ظهرهم مش لا تاكدوا في تنسيق على اعلى المستويات صيني روسي ايراني وحزب الله بلبنان مش خارج هذه المنظومه مم. واضحه والفتره الرماديه خلص خلص الديد لاين تبعها الموضوع مش مرتبط لا بترسيم حدود ولا ببطيخ بشو خلوني يسمعوا مزبوط لما نقول ما في نفط عنا ما في نفط عندكم يعني مش نحن ما في نفط نحن ما نختار مين بدنا اكيد مش توتال واكيد مش شركة غربية واضح ولما نقول نتجه شرقا واضح الخيار تبعنا بس دكتور رزق يعني نحن عم نحكي عن خط وفي مشاكل كتير كبيرة يعني اسرائيل ومصر وتركيا وكل هالدول اذا مفكرين واحد بده يقطع اسطر تاني بده يروح على قبرص تالت بده يصدر على دمياط على مصر يعني الاسرائيلي بيصدر على دمياط دمياط بتشحن او بتسحب انبوب بيمرق بالخط ثمانية بالبلوك ثمانية عنا او 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 كل هول الاحتمالات كله متابع عم بحكيك مثل ما هن بيتابعوا غير ما بيتابع المراهنة وين على سنة العشرين ثلاثة وعشرين سنة ثلاثة وعشرين سنة الجي سنة الجي مين بينكسر بالمنطقة مش بلبنان بس اكيد بده يبلش ينكسر بلبنان ففي محورين بالعالم وقت أزمة أوكرانيا ما عطت إذا بدك سبب بقاء ووجود لمحور معين بلبنان وعززته وأتفكر فكر أنه نحن اليوم ما عم نربح بسبب عم بحكي عم نربح يعني لبنان مش للبيع يعني هو السماسرة اللي لهم 30 سنة لقطين العصابة وكل يوم عم بمصولنا دمنا ليبيعونا بالتقسيط لأوروبا أمريكا وطعوا عنا هون ومنخدكن ومنشيلكم ومنحطكم لا يا حبيبي لبنان بده يكون يا بيكون حر سيد مستقل حر سيد يعني مستقل يعني مش للبيع مش للبيع يعني بقول هتكون واضحين يعني مش لايران لا ولا لروسيا ولا لامريكا خي نحن في عنا مصلحتنا بدكم مصلحه تاني بعمل مصلحتي بتاع مصلحتك هي اسرائيل اداه لمصلحه امريكا والاطلسي عم تعمل مصلحتها هيدا اردوغان عم يعمل يعني مصلحته اول شيء وبيعطي مصلحه غيره بس دكتور عماد هيدا الانابيب ومش كل واحد بيفتح على حسابه انبوب من مطرح ما هو بده هيدا عملت حرب بسوريا عشر سنين وبتعمل حرب عنا قريبا هيك رح يكون المشهد بلبنان 55% احتمال الحرب نحن دخلنا فيه بدك اكثر الاسبوع الماضي كان 40 وانا قلتها باحدى المقابلات عم نحكي 55 ممكن على بكره 60 حرب شامله ولا حرب خذ معلومه وخلوني يسمعوني، وانا مره في مقابله من اسبوعين قلت خلوني يحضروا حالهم بين 25 و27، طلبت من القبه الحديديه الاسرائيليه تكون جاهزه. يا حن اليوم عم بينشروا القبه الحديديه دبابات الميركافا عم تتوجه 25 شمال 25 اب و27 اب نعم 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 بيكونوا جاهزين. بدك اك عم نحدد لهم مي نعم مين مين رح يبلش بالحرب يعني حزب الله رح يضرب؟ هلا هن بي هن بيعتقدوا هن بيستفزوا نحن بنبلش وهن بيعتقدوا انه فيهم هن, 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 هن يبلشوا بضربة استباقية أو ضربة مفاجئة بتضرب شو الهدف منها هلأ هذه الحرب؟ شو رح تأثر؟ شوف هون هلأ في ناس بتربطوا بملف إيران النووي و كل شيء كيف هون اليوم بعد خمسين يوم تذكر نجيب مئاتي إنه بدي يعمل حكومة مم. ما هني كمان ناموا 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 فجأة قالوا تقدمنا وقدموا اقتراح رح نتقدم بالتوقيع على الاتفاق كل ما بيقربوا بيحكوا عن توقيع اتفاق وقربنا من الاتفاق شو بتسمع الاسرائيلي بلش يحكي عن حرب وعن بده ينفذ عمليات وكذا شوف اكيد في مكان ما مسرح لبنان العدو الاسرائيلي مربوطين بالمسرح الامريكي الايراني اكيد نعم هلا في محل لا في عندك هامش في محل لا اكيد في يعني في تقاطع قلنا في محور مشترك روسي ايراني صيني مشترك اكيد اللي عم نشوفه بتايوان اللي عم نشوفه باوكرانيا هذه مش مزح اللي عم نشوفه على نظام نظام العالمي العقوبات اللي عم بتصير يعني عم اسرائيل تفركش الاتفاقيه اللي عم بيصير اليوم بين امريكا وايران شوف اسرائيل بحاله ضياع حتى اوضحها في عندها انتخابات وفي ايه في عندها اول شيء انتخابات حاله مم. ضياع سياسيه مم. في عندها حاله تازم اقتصادي التضخم عندها بلغ ارقامه نحن بمركز دراسات نحن عندنا قسم عبري من تابع الملف الاسرائيلي يومي نعم انا في اكد لك في عندهم حاله من الفوضى الاقتصاديه اكثر من نحن عم نعيشها بلبنان وقت تفكر بس هني عم بيعيشوها كيف عم بيعملوا عم بيضخوا عندهم قدره ليه لانه عم بيجيبوا انت المشكله عندك بلبنان حاطين حصار عليك ما عم بتقدر تجيب دولارات لا. هن عم بيقدروا يجيبوا دولارات عم بيضلوا يضخوا بس عندهم حاله ركود بلشت ترتفع عندهم مشكله بالكهرباء لانه عندهم مشكله بالغاز اللي عم بيصدروه اللي عم بيشلوه. بين انه بيبيعوه افضل لانه هلا سعر عالي وبين انه يستخدموها ليعملوا كهرباء، فعندهم اشكاليه اليوم بموضوع الكهرباء، عندهم مشكله على مستوى البنك المركزي، كمان في عنده ازمه بموضوع علاقته مع الحكومه وضخ الاموال وعم بيحذرهم ما في انه نفكر نحن ما بنعرف عندهم مثل ما هن بيعرفوا عنهم، بلا بنعرف بعض. م. اوكي؟ فلذلك المقتل عندهم الكهرباء. انا قلتها من ثلاث اشهر، ما عندنا كهرباء، ما عندكم كهرباء. عم حددلن وين نقطة الضعف، مش كريش. ما في كهرباء ما في كهرباء بس هن حساباتهم غير بالكهرباء خلينا نسمع. بعدك عم طوله امين عام حزب الله بهاليوم من الليله وبكره التنين بده يحكي خلينا نسمع خذ هالمعلومه مني يعني راح نشوف حكومه هلا قبل الحرب ولا ما في نرجع بنقول احتمالات الحرب ما حدا بيعرف الحرب. اكيد فهي. حتى ما نكون يعني لا, احنا عم لا, نسعى لا نسعى لتسويق للحرب نحن بدنا السلام السلام بالمعنى انا سلام. انا باخذ لانه مش. حكيك على محمل اكثر من لا انا مش تهويله <applause> بس انا عم بحكيك معلومات <applause> هلا الاحتمال ال ال الحرب قلت لك عم ترتفع بس فينا باي لحظه يوصل موضوع التسويه تقترب او يشعروا حقيقه انه التكاليف ستكون عاليه <applause> لا ويقبلوا يضحوا بس بالمنطق وبفهم الفكرة الإسرائيلية خلينا نقول الاسرائيلي والامريكي من وراه ما ممكن يقدم تنازلات اللي صبر 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 ما ممكن يقدم اليوم تنازلات اذا هو يسعى الى مواجهه ويسعى الى اذا بدك تحديد تحديد سقف المواجهه م. كل اللي بده إياه الاسرائيلي انه ما تكون فتح حرب اذا بدك مفتوحه بده اياها كلاشز اصطدام او اشتباك بده محدود ليحدد الاحجام طيب ما هو من المنطق بالتحليل اذا صار الح... يعني صار الاشتباك وتحددت الاحجام مستعد يقدم تنازل هذا سؤال ثاني ونفس الشيء اذا الايراني اليوم من هلا للتنان رفض او الامريكي قال لا والله هذه مش عجبتنا الشروط او ما مش الحال او بدنا بعد نستمهل كم شهر لبعض النقاط للاستيضاح فيها <applause> شو بنعمل نضل ناطرين والاسرائيلي عم بيقول طيب انا كمان بدي اذا عملت اتفاق مع لبنان بدي اخده وصدق عليه بمجلس النواب طيب مثل ما هو بده يصدق مجلس النواب ما عنده مجلس نواب ما نحن كمان ما ناخده على مجلس النواب وشايف الفوضى اللي عم بتعم بلبنان لا حكومة مع مع رئيس جمهورية رحيم مش في حدا فهمان شو وين رايح وشو عم بيعمل اصلا القوانين مطاطة يعني بنشكرهم للفرنسيين يعني ولا مرة عطيونا شيء الا المدارس تعلمنا فيها عرفت كيف والباقي كله ما في شيء الله الله وكيلك فلذلك ليك نحن ملا حالة عايشينا كيف بدنا نروح نتفق وهن كيف بدهم يتفقوا كيف بدهم يوقعوا لنا بمجلس الكنيسة عندهم كيف نحن ما نوقع ما حدا فهمان شيء الله وكيلك فلذلك أنا بقدر أقدر إنه الإتفاق ما فيه، عم بحكيك من هذا التحليل، مش بس المعلومات. نعم. إمكانية الإصطدام عم ترتفع، خلينا نسميها حرب، الإصطدام أو الإشتباك. الملف النووي الإيراني إذا يعرف يعرفوا أكثر الناس عنه، ما في ملف نووي إيراني، إيران ما بقى يهمها هذا الملف. إذا بدهم يعرفوا أكثر عن موضوع ترسيم الحدود بالنسبة إلى كيف يفكر حزب الله، خلهم ياخذوها من حزب الله ما بيهمه ترسيم الحدود، حزب الله بيهمه ما يكون في إملاءات صندوق نقد الدولة علينا، ما يكون بقى في ضرائب لأنه الشارع رح يغلي، رح ينفجر، وبالتالي بيكون كل شيء عمله ها 30 سنة، 40 سنة عم بعيد بتكون آخر سنة بعيد فيها حزب الله، لأنه آخر شيء بتقلب الطاولة عليه. برأيك رح يستعملوا أعداء حزب الله هيدي الاستراتيجية ضده؟ أكيد هي تستخدم، مشان هيك هو قال إذا بكون نيانا يعني نجوع لا منروح للحرب. مشان هيك، مشان هيك، مم. شوف اللي صار، شو عمل شو عمل نجيب مئاتي بعث الرسالة بطلب قال بالرسالة بي... اللي سربت قال بطلب من وزير المالية، شوف كيف عم بيهرب! يا زلمة أنا ما شايف بعد إنسان هالقد عنده قدرة ال... قدرة التلون. يعني بشيلها عن ظهره بيحطها بوزير الماليه وزير الماليه بده يشيلها يحطها على ظهر حكي, حكي مصرف, مصرف لبنان وهدول كلهم بيزطوها انا به بره يا اخي صحنا به بره شخص ذكي وقادر يدور الزوايا بس ما بتحملوه بقى ما هو يا معتر ما هو عم كل هجوماتنا كانت عليه طلع بريء منا لك لا مش طلع بريء بس طلع في واحد بعد يعني 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 ما بعرف عنده قدره ما بعرف الهيه القدره اللي تبعه كيف بيقدر مش يدور الزوايا يحف الزوايا لانه <applause> يعني بيصطدم فيها يعني على الاخر قال ما بيطلع عند الرئيس م. وقال انه مش عم بيحكوه فجاه صار بيطلع طيب عيد السيده على عيد اسمان هو زعجينه ليه شو نقأ يعني الوزير المهجرين مش زعجه لانه كلفوا بملف الملف كان عم يفاوض عليه يعني تروك عم بيعمل بحل لك موضوع النازحين بنحكي فيه حلول قصه المصاري موضوع مصاري بس لحظه لحظه موضوع وزير, 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 وزير خليل وموضوع وزير الاقتصاد بعد على سوريا وزير خليني خليني له مشكلة مصاري خليني اوضح التاني وبنحكي بالتفاصيل أوكي. مشكلة الثانية فتح عليه معركة لوزير الاقتصاد وحمله قصة الخبز شو هو شو شو بيقدر يعمل ليش وزير الاقتصاد بالخبز ده شو يعني السفينة هو عم بيجيبها ما مصرف لبنان بيسكر له الاعتماد ويفتح له الاعتماد ليش هو عم بيشتريها من بيته ليش مين كلف مين ما هو بيعرف نجيب مئات كيف بيعمل بيرا كان ضايفنا ونرجله تحيه اليوم كمان هو بيعرف كيف كان يبعث العالم لحتى تجيب ربط خبز مش هو ما عنده اكيبات طيب كيف طيب كان عمل طيب الازمه الموهوبه رد اللي رد عليه ردني شوي ليه لانه طرح اسمه رئيس حكومه بلا مزح ولو خلاص ما انت بتعرف انه اخر مره هي لك واذا عم تحضر مر المسرح لمرت الجاي اصلا مش بالمعادله مرت الجاي هي اخر مره لنجيب مئات ومنه بالمعادله مرت الجاي عنوان هيدي اليوم وزير وزير الاقتصاد بس لانه طرح حاله مرشح لرئاسه الحكومه هو شو بيوصله وزير الاقتصاد ابن عيلة شو بيوصله لإله؟ عم بيفتح معركة عليه اصلا غيره ما قدر فتحها. شوف لأقول لك شغلة، المشكلة إذا من ننبش. يعني بياخد الرئيس مئات المشكلة شخصية دائما بحب هاي هي مشكلته. والمشكلة مش شخصية، أنت عم شغل سياسي يا حبيبي. طيب موضوع انت بتعرف الامريكيين شو نقلوا لك رسائل وانتم شو هددتوا بعض؟ بدك اكثر نقول لك شو صار على الاتصال على التليفون؟ شو صار؟ ما عم هو بيعرف هو بيعرف بس انا بدي اعرف كمان مجالس بالامانات طيب بس ليه صار في تهديد بين الامريكان و... لا هو بيهدد دغري بروح على الشخص بعمل انتبه على ابنك وكذا بلا حركات ما ياخذها بالشخصي يعني كل واحد عنده اولاد كل واحد قادر يوصل للثاني تبع على ابنك أه أه وزير هيك قال له على التليفون لمسؤول امريكي؟ لا مسؤول كان عم ينقل له رساله لا احد الاشخاص منيح اوضح من هيك ما في هي فما ياخذها بقى بالشخصي بالزيادة. فاذا بياخذها هيك بالشخصي ما في هاجم امين سلام ما في هاجم الوزير المهجرين اللي اصلا عم بيحل ازمه للبنان هو كان سبب اليوم بيقولوا نائب إن الرئيس مياتي ما بده الحل واقف عند الرئيس مياتي ايه لانه بده يحل قصه كذا مليار علقانين مشان اتصالات تبعه بسوريا لا رئيس مئات اليوم عم بفاوض بملف النازحين <سؤال> آه السوريين بلبنان آه. آه. مقابل يحل آه. مشكله بده يحل مشاكله الشخصيه على ظهرنا بده يحل مشكله الاموال المودعين على ظهرنا بده كل هول الازمات على ظهر الناس يا حبيبي اللي عمل النائب النفس نحكيها من الاخر مش انت مش انت حططنا كذا 33 34 مليار نحن اعباء الكهرباء و و مش انت كنت سبب مش انت وقت رحنا رسمنا حدودنا مع قبرص مش انت كنت مش نحن بدنا منك 500 دولار حق الخط التليفون اللي على اساس خلال ردون هلا اه ردون 500 دولار ردون ردون 500 بس على الصيرفه اه يعني صاروا 30 دولار تقريبا شيء هيك الله يستر الواحد بس ينفتح ملفه آه اخر موضوع في رئيس جمهوريه ولا ما في رئيس جمهوريه؟ رح يتاخر لراس السنه لانه المفاوضات مستمره عم بحكي المفاوضات مرتبطه بلبنان موضوع وصول الى حل لموضوع العقوبات على لبنان يعني لبنان يتعرض لضغوط وعقوبات فمقابله يا اما بدك تسلم لبنان لصندوق النقد يا اما بدك تروح ترسم حدود بمعنى بين تطبيع اذا بدك مع العدو الاسرائيلي وتوسيع اشكاليه الهدنه نحن في هدنه صحيح بدهم يضبطوها تحت اطار شو ما بدك سميها نحن وين رايحين اول شيء اتفاق الاطار صار ورانا كمان انساه هذا هذا صار من الماضي ليه؟ لانه ما له تاريخ زمني، ما له بعد قانوني، ما له شيء. المقاومه ستحدد في الاشهر القادمه مستقبل خيار لبنان، مش عاطل نروح للحرب بس اهم شيء نضل بكرامتنا. بس دكتور عماد نحن بنحمل الحرب بعد؟ طيب لك امبارح طيب. الوزير طيب يعني شو رأيك بيقول اذا صار في حرب إيه؟ القمح المخزون القمح والطحين ما ما, بيضا... ما, بيضا... ما بيضاين انت تجمع عظيم ما هو هلا ما هلا نحن مش معلش هلا بحالتنا الطبيعيه كهرباء ما في، احنا على المولدات وعلى الطاقة الشمسية، أصلا ما في، شو بدهم يخوفونا بشو؟ مي كل الناس يعني كانت تصور الدنيا كانت عم بتشتي وناس عم تعبي مي، ليه؟ لأنه طواطم هي الدولة العالمية في ناس عم تقدر تشتغل تطلع شوية مصاري لتروح تشتري هرابطة الخبز اللي عم تتبهدل لتشتريها عم تروح فين يردوا لنا أموالنا الم... المنهوبة بالمصارف تصور اليوم خمس 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 مستويات لدولار بيقبض بتقبض على ألف وخمسة تدفع ضريبة على على ألف بده يعمل دولار تسحب الجمبوكي. على 8000 تسحب على وشوي لا القضاة غير العسكريين حبيبك ما الجيش والقوى الأمنية عاملين كيس رمل عاملين خدم عندكم هول مش قوى أمنية صاروا صاروا خدم عيب عليكم وبده شو بحرك لك ايه بتلحق السوق السوداء من امتين انت الدولة بتلحق السوق السوداء بعد لتاريخ اليوم ما قدروا يعرفوا المنصة منين بتطلع وكيف يعطلوها بس بيقدروا يلحق واحد على الفيسبوك بس بيقدروا 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 بس هي ما بيقدروا يعملوها لا يا حبيبي هاي عصابة هي ذاتها بتبدل وبتشيل وبتحط وبتطبع وكذا لا ليفضوا لك البلد لحتى تركع اكثر لتكون رقبتك تحت ال اخر الدورة. اخر سؤال بس ب 20 ثانيه في 20 <تصفح> قصرتها شوي في ديدلاين في خط نهائي لهي المنظومه وايمتها شوف انا بقدر ما بفل فخامه الرئيس قبل ما يكون في حل والا نحن بقر... رايحين الى لا لا بعتقد اجواء فخامه الرئيس رايح بالفتره الدستوريه الانونيه وما بيخلف وبيكون في حكومه يعني ما في حكومه أيه. لانه هذا شو يعني حل تكليف هذا الشخص لن يؤدي الى حكومه شو بده يغير تكليف اخذ كل شيء بالشخصي بده يكلف حدا تاني ما بعرف عم بقول يمكن نضل هيك بس كمان اذا اخذ أدفايز من احد ال شو اسمه القانونيين بيقولوا انه ايه تشكيل حكومه اذا ما صارت واذا صارت واذا تصريف اعمال فيها تحكم لا يا حبيبي اللي اذا بس يروح الاصيل بيروح المكلف فهو ببطل المكلف هيدي اثنين ثلاثه بضل شخص واحد رئيس مجلس النواب يلي هو اصلا على تنسيق وارتباط يعني هو ارتباط بين المقاومه والولايات شو يعني المتحدة رح يحكم الأمريكية. البلد رئيس نبيه بري شو ما ما في غير خيار ما هو حاكم اصلا لا بس دستوريا دستوريا لا بعتقد مشان هيك الافضل يكون فخامه الرئيس ياخد ياخذ خيار عنده خيار بيقدر ياخذه هو بيعرف يبقى شو. لا عم نقول قبل ما يفل بيعرف شو الخيار لانه المشكله حتكون مشكله قياده الجيش مديريه مخابرات حرس جمهوري وزارات مؤسسات التفريغه الخيار في الطاوله بده يطبق فخامه الرئيس على الطاوله ويعرف انه في بظهره مقاومه وبيقدر ينفذ هو بيعرف شو في يعني. يعطيك العافية مدير مركز الاستشارية للدراسات والتواصل الاستراتيجي الدكتور عماد رزق أهلا وسهلا فيك ببرنامج الحكي بالسياسة وشكرا على المعلومات مشاهدينا لهم يكون انتهينا من القسم الأول فاصل ومنتقل للقسم الثاني اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج الحكي بالسياسه. عادت الأزمة الاقتصادية للواجهة من جديد بظل الحديث عن رفع الدولار الجمركي من سعر ال 1500 ليرة لل ألف ليرة والارتفاع المفاجئ بدولار السوق السوداء وتجاوز عتبة ال ألف ليرة مع اتجاه قوي لرفع الدعم كلياً عن المحروقات والبنزين على وجه خاص بالتوازي هيدا كله تراجع الاهتمام بملف التأليف الحكومي بانتظار رد الرئيس المكلف على التعديلات يلي طرحها رئيس الجمهوريه حول بعض الاسماء وغياب الحديث عن الاستحقاق الرئاسي بانتظار اتضاح مساري مفاوضات فيينا وترسيم الحدود. اليوم رح نبلش القسم الاول من حلقتنا مع مدير مركز الاستشارات الاستشاريه للدراسات والتواصل الاستراتيجي الدكتور عماد رزق، اهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا للاستضافة وتحية لكل اللبنانيين اللي عم بيتألموا بسبب هيدي الأوضاع صحيح المرسومة مسبقا حتى ما حدا يفكر في قدر علينا لا هلا تنشيلها ونحطهم على جنب شو يعني مرسومة مسبقا؟ يعني كل شيء اللي عم بيعيشه اللبناني مش من اليوم ما عم بيعيشه ما بعرف كأنه قدر عليه يعني في هلا عم تقول مرسومة مش إيه، قدر يعني هن عم بيخلونا نشعر انه هي قدر انه لانه بسبب الملف النووي الايراني وبسبب لانه العدو الاسرائيلي حدنا ولانه نحن على مفترق طرق دوليه ولانه لأنه لا لانه في عصابه خاط في لبنان واللبنانيين وقاعده تتسلى فينا بس هاي العصابه هي عم تقصد توصلنا لهون ولا لانه ما بدها تعمل اصلاحات او شيء اول شيء اكيد ما بدها تعمل اصلاحات مين بيعمل اصلاحات يعني انت شايف شي مره شي مافيا سلمت راحت سلمت نفسها شوف اللي عم نعيشه بلبنان اشبه الى ما كانت عم تعيشه ايطاليا بظل اذا بدك تسميها حرب المافيا والمواجهه اللي كانت عم بتواجهها فيها المنظومه القضائيه وحتى التفجيرات والاغتيالات اللي كانت تصير مثلها بايطاليا بباليرمو وغيرها حتى وصل انه قانون مكافحه الارهاب وغيرها من القوانين الدوليه صدرت تحت عنوان باليرمو يعني تصور انه قديش صارت معروفه سيسيليا وغيرها من صحيح. المناطق انا اتخوف انه هذا النموذج اللي عم نعيشه بلبنان يعني كمان نكون صريحين انه تصور من كان بحمل سلاح طيب عظيم حمل سلاح فور فور سام ريزن لهدف او لسبب طيب يا اخي خلص مسبب حمل سلاح طيب راح حط سلاح ولبس جرافات وصار هلا انه رجل اعمال، لا يا حبيبي بس كنت حامل سلاح وكنت ابن شارع مش بتصير ابن بيت وابن عائله، وابن الشارع ما في هاجم ابن البيت وابن العائله، معلش هيدا شيء وهيدا شيء، واكيد ابن الشارع اللي كان حامل سلاح طبعا في غيره كان حامل سلاح وابن عائله كمان، م. كمان في اختلاف صار في انقلابات فيما بينهم واليوم اللي بالسلطه موجود يعني معلش بدنا نحكي عن الثقافه وعن التاريخ والحضاره والحلم اللي موجود لسبب مالي وسبب سلطه اكيد هيدا ما بيهمه مستقبل لبنان وتاريخه الحضاري وتاريخه الثقافي وتاريخ العائلات وموقعه للبنان ومستقبل اولادنا ما بيهمه شيء بيهمه نحن زباين كيف يتعامل معنا شوف بس اذا بدي اعطيك بس بكلمتين لحتى اوضح للمستمعين وللمشاهدين شو عم نحكي نحن اللي عم نحكي هو كنايه عن اجوا اقنعوك انه النظام المصرفي بلبنان اذا بتحط ودائعك فيه تستفيد مين مين اقنعنا طبعا نحن ما عم نحكي عن القطاع المصرفي اللي كان موجود عم نحكي عن الناس اللي اجت خطفت القطاع المصرفي وادت فيه للانتحار اليوم اجوا مين خطفوا هلأ في لح ناس على الاداره يعني. طبعا اكيد طعموها ولو معروفة هذا الشيء وهذا رح اقول لك كمان بتاريخنا انا كلبناني كقومي لبناني آآ آآ بس نحكي عن لبنان نحكي عن ميشيل شيحة وبس نحكي عن ميشيل شيحة بنحكي لما حكي عن مينو لبنان هو دور هو مصرف ومرفأ طيب المرفق ضربوه فكرك انه المرفق هيك و... ضربوه ولا ضرب يا خي فجروه هن فاسدين ومفسدين ومفجرين اكان التفجير من الداخل او التفجير بتواطؤ من الخارج او بعدوان اسرائيلي على المرفق كل تضامن وتكافلوا على هذا المرفأ وهلا بقول لك ليش بس انت بيكون عندك معلومات اكثر عن هيك يعني انت ما تكون عم نحكي بالعموميات قادر تصوب لي اكثر شوف حتى من... بالنتيجه بالنتيجه انا وظيفتي ضوي للراي العام ماني محقق لا كل الناس عم تحكي انه ممكن صح يكون صح هيك من... وهيك وهيك صح صح انا اللي في يقوله وقلته باحدى كذا مقابله سابقا بطلب من القاضي بيطار إذا نحن بنشتغل بالتخطيط بنشتغل بالدراسات، إذا عنا عندنا احتمال واحد بالمية ما بنشيله من الحساب بال... بالتخطيط. نعم. فنفس الشيء بالتحقيق، إذا في عندك احتمال أو ورود معلومة أو شبهة يا أخي يعني على أي شو تحديدا لما لما العدو الإسرائيلي رئيس وزراءه بيحمل صورة وفيها المرفأ وبرجع بعدين بنشوف استهداف للادئية واستهداف لمطار دمشق طب ممكن يكون في استهداف لمطار آه لمرفأ آه بيروت مثل ما في كان تهديد بضرب مطار بيروت من العدو هي واحد اثنين طب ما معلش خلينا نرجع خلينا نكون صادقين رح اعطيه الشبهه خلينا نرجع للمشكل اللي صار بال2015 على حوض الرابع على ردم الحوض الرابع صحيح. والصراع اللي صار على حوض الرابع من بعدها شو طلع عندنا مشكله البيئه والنفايات لعملوا تعميه عليها طيب ونفس الشيء نحن اليوم خلينا نرجع نحكي عن اللي صار بالمرفأ الإدارة اللي مسؤولة هيئة استثمار المرفأ كعمة إلى 15 سنة تعمل من دون ذا وجه حق عم تستثمر عم تردم عم تستفيد عم تحط كرينز عم تأخذ ضرائب يا عمي في بقلب المرفأ الهونغاريت الأجارات الهونجاريت ما بتروح للدولة اللبنانية أجارات يا اليوم تعرف أنه اليوم أقفل المرفأ في عندك غرف مبردة عم بتاجرهم لل... للتجار اموالهم لمين هول شو يعني عصابه على المرفأ مين حاكم المرفأ طيب من من خمس سنين لورا خلينا نرجع خمس سنين لورا فضائح طلعت فيك ترجعها بالصحافه اللبنانيه مليارات الدولارات على مستوى الهدر على مستوى هذا الكونتينر شو في بقلبه شو بيندفع بس ليش عليه؟ عم تربط تشيل الفساد والفلتان اللي صاير على المرفأ بالتفجير تبعه شوف اذا انا ما بعرف كان في مقابله للرئيس فلاديمير بوتين وسألته الصحفية اللبنانية الأمريكية راغدة درغام شو قال له؟ قال له الفساد أو اختلفوا على القسمه ففجروا أو فاحترق فانفجر ايه طب يا اخي هذا رئيس دولة وقال في صور وفي معلومات رح يزود عزيز. فيها الدولة اللبنانية بعد بعد صور بعتها لرئيس الجمهورية شو هاد صار فيها؟ سؤالي لا ما بعرف انا بسأل قاضي بيطار ما في اسأل حدا غيره طيب اجت لجنة تحقيق اجوا الاف بي اي سكوتلاند يارد مخابرات فرنسية اجوا كلهم يا خيي ما في ريبورت مع الدوله اللبنانيه بس في واحد اجوا اسنوا على تقرير الفرع المعلومات. المعلومات يلي اسنوا انا شو بدي جاي لي ميرسي جاي لي برافو ما اصلا عم بيعملوا واجبهم الوطني طيب انت شوف مين اللي زار المرفأ قبل ومين اللي زار قبل التفجير ايه طبعا مين مين اللي زار ايه في... خلينا نتذكر قبل فترة كان مفترضين زار رئيس الحكومه قبل رئيس الحكومه قبل ما يصير في حسان دياب، مش كان في ترتيب لزيارة وقتها وقام فيها سعد الحريري وعملوا له همروجة عن المرفق؟ ليش الناس اللي كانوا ماسكين المرفأ مش يتقاسمون فيما بينهم؟ يعني خلينا نحكيها بالعربي. ايه انه عم نحكي خل... بعدنا شوي ألغاز. ما... خلينا نحكي القصص مثل ما, ما هي. هي مثل ما هي ما عم نوضحها، مم. اللي كان حامل سلاح هو ذاته اللي عم بيتقاسم اليوم الورطة بس الورطة خلص خلصت. تعال بتتذكر الحرب اللي صارت يلي سموها حرب توحيد البندقية وحرب الإلغاء كانت شو سببها؟ مش حرب المرافق؟ مين بيدخل ومين بياخد ضريبة ومين فارض خوة؟ شو تغير فيها؟ فاتوا قعدوا بالدولة؟ ما تغير شيء ونحن نفس الشيء مثل عشرة عبيد صغار بصيروا يقتلوا بعض هاي القصة هاي الغاز كمان؟ بعد في أوضح منها؟ حتى ما نقول شو اسمه الأربعين حرامة ومغارة علي بابا هاي هي اوضح من هالقد بتفضل قاضي بيطار اذا بده يكون عادل ومحق وبده التاريخ ينصفه بلبنان وبد ليك فيك تكذب بس ما فيك تخفي الحقيقه فيك تنام الحقيقه بس بدها ترجع توعى ما... واللي عم بيطالب بتحقيق دوله شو ليش ما نحن شفنا اغتيال الحريري شو صار شو صار هي فعنا... طلعت الحقيقه وين بواجباته التحقيق الدولي شو هي الحقيقه بس المسؤوليه على ال... بالحقيقة... الورثه تبع الرئيس الشهيد هن القرار بايدهم هن اللي المفروض يعني بيعوا يتابعوا بهذا الموضوع ما بعرف معقول حدا اللي طلع حكم هذه واحد اثنين معقول طلع يتهم اشخاص إيه هل... بالنظام ما بيقدر يتهم شخصيات معنويه اي جمعيات او في طبق قدر حقق مع حدا اذا انت عم تحكي محكمه دوليه وعاجزه ان تصل الى ان تصل الى المعطيات طيب يا خيي بالتحقيق إيه؟ أخذوا ملفات شركة الكهرباء وملفات الجامعة اللبنانية والماي وراحوا شافوا لوائح الأطباء والمستشفيات يا شحنوا أربعة كونتينر معلومات من لبنان شو يعني هلا بيجوا بيحكوك عن آآ آآ أي ام اف صندوق النقد يا حبيبي لبنان خاضع للوصاية الدولية مش من هلا من قبل ولابل كان عندهم شوي ثغرة ببعض المعلومات يلي عملت لهم اياها العصابة جمعتهم المعلومات وصلت اخر شيء بعتن المعلومات، عطتهم المعلومات مقابل تجديد بقائهم في السلطه. واضحه؟ بدنا اكثر؟ يعني اليوم انت عم تربط موضوع المرفا بشي دولي أو طبعا بشيء تحضر للبنان ومن خلاله في هدف ما، شو هدف من مرفا خلال؟ بيروت يخدم بيروت كعاصمه للبنان، مثل ما عم بقول لك ميشيل شيحه شو حكي؟ ويخدم الاطار مليارات الدولارات تدخل من المرفا، شو هو شو مداخيل لبنان؟ هالسيرفيسز هالترانزيت مش هيك؟ مم. شو يعني ترانزيت؟ مرفق بيروت ودمشق 70 كيلومتر مرفق اللاذقية ومرفق طرطوس وبنياس 400 كيلومتر لتوصل على عاصمة دمشق، إذا مرفق بيروت هو يخدم عاصمتين عربيتين انضرب نعم واليوم مرفق حيفا على, حساب هو... مرفق حيفا، خلينا نشوف وزارة الخارجية للعدو الإسرائيلي شو كتبت عن مرفق حيفا، خلينا نشوف التلزيم اللي صار للصينيين ومن شهر صار تلزيم تاني لأنه لزموا مرفق الحاويات وهلأ لزموا المرفق بشكل عام لشركة هندية صارت شركة صينية واللي بتملكها شركة هندية طيب. مين اللي ضرب طيب اليوم قطاع المصرفي طالما طيب عم تقول قطاع المصرفي أو... نفذ عملية الاغتيال الأولى أنه طعموا مجالس الإدارة بأهداف خلينا نجي نشوف إجت مجموعة صارت توظف سياسيا وتوظف يعني سياسيا يعني بالقطاع العام لا. وتوظف خدماتيا بالقطاع الخاص لا. انتفخت المؤسسات الخاصة والعامة واحد اثنان معلش الدمم كلها يعني انشرت من الاخر شوف حجم ال... الداش كانت معلش هلا عم نحكيها نحن على الهواء وأنتم وسيلة اعلامية ويمكن مستفيدين ويمكن لا معلش الحقيقة بتنحكى تنحكى للبنانيين اليوم معظم وسائل الاعلام تتلقى دعم من مصارف وهي المصارف بالتنسيق والتكافل والتضامن مع مصرف لبنان الحمد لله مش معنيين اكيد ان شاء الله بنتمنى <applause> اكيد تضل <applause> صوت, حر. <applause> صوت حر صوت لبنان كمل فلذلك نحن اللي عم نجي نقوله ما بصير في جريمه الا بسببين يعني بعنصر الجريمه في سببين اما المال او النساء واسم الله اثنيناتهم يعني ماكنين هن الجماعه فيهم فالجريمة أكيد عالية وبنرجع بالجريمة المقصودة إلى الجريمة بالصدفة إلى 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 خلونا يسموا لنا الجرائم اللي صارت يلي ما عرفوها بس اليوم الجرائم اللي هن مش معنيين فيها فورا بيلاقوها وبيجيبوا المم... وبيجيبوا المنفذ والمحرض وبيعملوا تمثيل للجريمة وبيجيبوا الأدلة ووقتها وقتها ما بدهم معلش يخبرونا تفجيرات طرابلس اللي الجيش اللبناني لانه ما حدا سالان عن الجيش اللبناني مرتين فجروا للجيش معهم داتا الاتصالات بيعرفوا مين اتصل باي وزير قبل وبعد ومين الشيخ وين راح ومين مين بياخذ مصاري بيعرفوها خفيوا الداتا واللي بيحكي في يحو واحد منهم اغتلوا واحد تاني خفيوا طب هالمسؤوليه مين يعني بالنهايه على مين مش هذا هل... الشعب اللي عم يرجع هو يجيبه يا اخي الشعب مخطوف كيف يعني كيف مخطوف اشرح يعني. لك كيف مخطوف دكتور طبعا هلا في هلا حتى لحظه حتى كمان نحمل يعني مش بس ال... هيدي المجموعة شو لك خل نحكيها بكل وضوح خل الناس تعرف ما وقت تفكر هالمجموعة كناية عن ألف واحد خمسين واحد بيساعوا بباص بس في واحد بده ياخد قرار في واحد بده ياخد قرار أو في مجموعة بتاخد قرار بتاخد قرار وهيدي المجموعة اللي لك خمسين واحد موجودين رجال دين موجودين مصارف موجودين بالسياسة بالاقتصاد موجودين بالإعلام هو المتحكمين بالمنظومة وما شرط تطبش على صف أول موجودين حتى بقطاعات دنيا بالمؤسسات طيب حتى اعطيك الاضراب اللي صار مؤخرا بالقطاع العام مم. مين خدم خدم العصابه ما خدم الشعب شعب هذا بده ورقه هذا بده يبيع بيته هذا بده عطل أه. امور العالم شو بيكون اللي كان يعمل تظاهره ويسكر الطريق زعج مين يعني عم بيصفوا حساباتهم بين بعض هني. على ظهر الناس على ظهر الناس الناس ادوات مستخدمه على طاوله على رقعه الشطرنج تبعهم واحد اثنين في ناس متورطين متورطين عن سابق تصور وتصميم في ناس متورطين عن غباء كمان بيصدقوا الشعارات وال, وال... والسلوغونات اللي تطلع راح انتقل انا وياك على موضوع الحكومه كيف شو رايك بالتحر التح... تحريك هيدا الملف اللي صار أه... هلا مؤخر من يومين ثلاثه اللقاء اللي صار شو اسبابه هل هي اسباب بس دعايه واعلاميه ولا عزين. خلينا خلينا نشرحها كمان لأنا. للبنانيين وحق الناس تعرف وحق يلي حقيقه بحب لبنان يعرف شو عم بصير او حدا يفكر انه الرئيس المكلف بتشكيل حكومه الى ما لا نهايه يعني لانه ما له سقف حقيقه صار في ضغوط واتصال من الفرنسيين لا يا حبيبي في ماكرون بفرنسا م. ماكرون وصل عم ببيع فرنسا مثل ما في هون ناس عم تبيع لبنان ولبنانيين اوف <applause> نعم انا ماني فرنساوي بس فيك تسال وفيها الناس تعرف فيها تسال اقاربها وعلاقاتها بفرنسا يا عمي في ناس عم بيقولوا لك وصل لدرجه ماكرون ببيع ببيع تور ايفل ما عنده شبيه لإله هون عنده شبيه هون لإله رئيس <applause> مئاتي هن بيعرفوا مين بعض هن بيعرفوا بعض فلذلك هيدي مش فرنسا طلبت هيدا شخص طلب يعني هيدا الشخص شخص, طلب من رأ... مين طلب؟ عم بيعوم حاله يعني ماكرون بفرنسا خلي فينا نحكي عن ماكرون فيناش نحكي عن هون احكي <applause> احكي <applause> <applause> بس هن بيعرفوا مين حكي مع مين اوكي وهن مفكرين انه الاتصالات مش مرصوده ولا تسجل هن بيفكروا انه اجتماعاتهم كمان ما فيها مخبرين وما فيها تصوير وما فيها تسجيل كله مسجل يعني في, ما في حدا مصلحه حدا في شيء مصلحه ادت لهيدا اللي صار شو المصلحه المصلحه اعطيني لا اعطيك مصلحة مالية ليش بهيدا الظرف يا يعني اخي ما فيهم ياخذوا المرفق بالبلاش، ما فيهم ياخذوا المطار بالبلاش، ما بيقدروا ما بيقدروا. فيك تاخذهم اليوم بس اكيد الحساب رح يلحقك بكره. فيك تركعني اليوم، فيك تاخذنا اموالنا من البنك، من المصارف. فيك تحط علينا ضرائب وتشغلنا صخرة وفقراء و... و... وتفقرنا اكثر واكثر، وفيك تزيد ثروتك وثروتك تزيد وتزيد وتزيد،, وتزيد. بس كله هو فيك تعملهم بس ما فيك تهرب من الله. هلا هيدا هيدا موضوع اكيد يعني بس بعتقد اللي يتذكرني يلي عم بيشوفوني وعم بيسمعوني يتذكروني شو عم بقول مش مطوله العمليه مش مطوله كيف؟ كيف رح تنتهي؟ رح يتغير المشهد الاقليمي والدولي باتجاه وبس يتغير يا اذا غير رايه ماكرون نتيجه سبب ما ما بعرف خليني انا لهم بيفرطوا لي هون مش بيفرطوا بدهم يروحوا يدوروا وما بدهم يروحوا سعد الحريري راح لاقى محل لجأ و... له عامل لاجئ ومرتب وضعه ومع انه في عليه اعباء وكذا بده وبتشبه كلنا بنتذكر محمد بن سلمان وقت عيط لهم وحطهم الجبريه واخذ منهم شو عليهم ضريبه يدفعوها ما في شيء بيمنع انه يصير تطلع 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 وجمع مليارات وتصير انت رقم واحد ضمن ال غني بالكذا انت وخيك وخيك وخيك, وخيك في يجي اتصال واحد يقول لك روح ادفع كل اللي طلعتهم لحتى مقابل حياتك، الحياة أغلى شيء يا حبيبي. أغلى من المصالح تعتقد يلي حرك الملف اليوم يعني المصالح يلي عم تسعى لإلها اليوم فرنسا بلبنان إن كان المرفأ وإن كان مش فرنسا الشركات ماكرون. ماكرون الشركات التانية يلي عم تسعى إنه تكون مستثمرة بلبنان إن كان بالنفط والغاز التوتال أو المرفأ أو كل توتال الشركات توتال ورانا توتال ورانا شو يعني توتال حاكم ورانا. مصرف لبنان لفرنسا ورانا. يسلموا المرفق ويستمروا فيه بهذا الاسلوب يعني حتى ما نسمي ورانا اسم يعني مش الحال لا ورانا يعني انسى يعني انسى يا اخي شركه ما هلا في اخبار بيقولوا التوتال عم تحجز لموظفين لالا تيجوا يقعدوا بالفندق انا اللي قلته للخبر وقلت بالفندق وحجزوا عم يتواصلوا 140 الامتين من بعد هن بيعتقدوا لتشرين الثاني بعد انتخابات الرئاسه أوكي. انه فكرهم بيجوا ضمن الصفقه انه فكرهم خلينا نشرحها للناس ولازم فضل. تعرف الناس انه ما يفكر انه توتال هن شيء شو عم تقول انا بعطيكم سلف بدل ما تروح لصندوق النقد بساعدك كمان صندوق النقد بيساعدك وانا بعطيك مصاري سلف وبتعطيني بالقطاع يا حبيبي ما اول شيء لما تيجي انت تقول شركه التوتال بالبلوك أربعة والله ما لقينا كميات كافيه كيف بدها تغير رايها يعني انا كيف بده يكون عندها مصداقيه شركه بتغير رايها حسب التوجه السياسي او الاتصالات الدوليه شركة توتال لحتى أعطيك حادثتين حصلوا مع توتال أو ثلاثة وحدة منهم بالمتوسط أول وحدة بالموزمبيق كانت تأخذ التزام ب 34 مليار دولار بذات التوقيت لاجت سفينة الايرا مش سفينة النيترات نيترات الاموديوم الـ الامونيوم على مرفق بيروت كانوا اخذين التزام بالموزمبيق السفينة كانت رايحة على الموزمبيق على اساس مش هيك؟ مزبوط. طيب وقفت عنا بلبنان مش قالوا حتى في بعض الناس كانوا عم بيحكوا انه لها علاقة بشركة التنقيب والمسح سبيكتروم وكذا طيب كلنا بنتذكر الأساطير اللي جابوها للحفر مش حطوها بمرفق بيروت صحيح. توتال شوف كله صار عم مرفق بيروت واذا اللي صار بالموزمبيق بيطلعوا داعش 35 واحد بداعش مع كذا مئة شخص ارهابي معهم بياخذوا المدينه اللي اخذين فيها الالتزام شركه التوتال وبعد كم شهر بيضغطوا على توتال وبتغادر الموزمبيق هي واحد بشو مربوطة؟ بمرفق بيروت واضح؟ اثنين نرجع لنحكي عن موضوع البلوك أربعة البلوك أربعة اجوا بليلة ما فيها ضوء قمر يعني مثل حرامية أخذوا العينة معهم اللي كانت بالمكتب يلي هي ملك الدولة اللبنانية مش ملكهم اوكي وفلوا ليه؟ ليه بياخذوا العينة؟ ليه ما سلموها للدولة؟ وين التقرير تبعهم؟ مش مطلوب يقدموا تقرير؟ وينو التقرير؟ طيب هيدا في عمل جرمي هون وين مين حسابهم؟ ما حدا طيب ما بيجي بيقدروا يجوا يكملوا طيب لما اجى سماحة امين عام حزب الله بده يجيب بنزين ومزوت على لبنان منعوه مين منعه؟ مش امريكا ليش ما جاب مزوت جاب مزوت. مزوت بسوريا وفوتوا على لبنان بس مش قال بده يجيب بنزين؟ توتال الو ببطل يجي بنزين على لبنان نهائي واضحة فقال لك له ما بكفي نحن الضغط اللي علينا خلينا نوقف هون وقفنا هون <applause> طيب شركة توتال راحت لتنقب <applause> بأكبر حقل ب بمصر نعم حفروا البير ما طلع معهم شيء غادروا اجت شركة اني الإيطالية حفرت طلع أكبر حقل غاز حقل زهر برك اليوم بيلعبوا هاللعبة بين باسم بي بي شركة تانية اللي موجود نوفاتيك اني آه توتال هيدا الموضوع صار صعب جدا اول شيء نوفاتيك عليها عقوبات اوروبيه وامريكيه ما ممكن بقى تشارك بلبنان هي واحد هي واحد اثنين شركه اني اليوم الجانب الروسي صار مالك كثير اسهم فيها وكمان في تبادل ادوار اليوم بموضوع بتعرف بدنا اوروبا عم بتفكر كيف تامن الغاز والنفط لها والشتي جاي ما رح تزعل الجانب الروسي لانه عم بيامن لها امداد من الجزائر يعني موافق على الامداد لها من الجزائر وعم بيفتحوا خط ثاني بمالي الفرنسيين غادروا مش قادرين يهدوا والصراع وين بافريقيا؟ بين مين ومين؟ حتى اوضحها للناس تعرف بين روسيا وفرنسا مين ربح؟ روسيا طيب مين رح يجي يرجع يحرك موضوع استخراج النفط والغاز؟ خط واحد مين؟ خط شنغهاي توتال للنقطة الثالثة اللي كنت بدي اقول لك عنها مم. راحت لتاخذ أكبر حقل غاز بإيران حقل بارس نعم يلي هو مشترك كمان مع بل... مع الخليج. لما صار عليها ضغوط امريكيه حملت حالها وفلت. يلي ما في يلي ما بيقدر يتحمل يعني اللي ما بيقدر يواجه عم نحكي اوروبا تخضع للاملاءات الامريكيه وتخاف من الاستثمارات يلي هي خارج المنظومه الاوروبيه الامريكيه الاطلسيه ورجال اعمال بلبنان مصرياتهم يا بلندن يا بفرنسا يا بيوتهم هونيك كيف بدك ناس مثلهم سماسره ورجال اعمال حاطين وزناتهم وبيضاتهم عند الاوروبيين والامريكان كيف بدك يعيشوا الشعب اللبناني ووقفوا على كيف بدك يعني هلا عمليا مين رح نشهد عم بفوت على المنطقه مزبوط مثل ما حكى السيد حسن انه تعالوا نروح نتوافق على اسم شركه جديده هي تيجي تنقب عن النفط شوف الأمريكيين الامريكان حاطين فيتو على الروسي مم. واكيد الايراني ممنوع وعن الصيني والصيني كمان اكيد هو بمنظومه شانغهاي اوكي كيف عم تقول كأن على خط شنغهاي؟ ما عم بشرح لك اذا هول يعني واحد منهم لان هول اللي بيفكروا في ناس بيفكروا ولا الايرانيين بيعملوا اتفاق من وراء الطاوله مم. من وراء ظهرهم مش لا تاكدوا في تنسيق على اعلى المستويات صيني روسي ايراني وحزب الله بلبنان مش خارج هيدي المنظومه مم. واضحه والفتره الرماديه خلص خلص الديد لاين تبعها الموضوع مش مرتبط لا بترسيم حدود ولا ببطيخ بشو خلونا يسمعوا مزبوط لما نقول ما في نفط عنا ما في نفط عندكم يعني مش نحنا ما في نفط نحنا ما نختار مين بدنا اكيد مش توتال واكيد مش شركة غربية واضح ولما نقول نتجه شرقا واضح الخيار تبعنا بس دكتور رزق يعني نحن عم نحكي عن خط وفي مشاكل كتير كبيرة يعني اسرائيل ومصر وتركيا وكل هالدول الدول اذا مفكرين واحد بدو يقطع قسطر تاني بدو يروح على قبرص تالت بدو يصدر على دمياط ع مصر يعني الاسرائيلي بيصدر على دمياط دمياط بتشحن او بتسحب انبوب بيمرق بالخط ثمانية بالبلوك 8 عنا او 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 كل من هول الاحتمالات معروفون كله متابع عم بحكيك مثل ما هن بيتابعوا غير ما بيتابع المراهنه وين ع سنه العشرين 20 23 سنه 23 سنه الجاي سنه الجاي مين بينكسر بالمنطقه مش بلبنان بس اكيد بده يبلش ينكسر بلبنان ففي محورين بالعالم وقت تفكر ازمه اوكرانيا ما عطت اذا بدك سبب بقاء ووجود لمحور معين بلبنان وعززته وقت تفكر انه نحن اليوم ما عم نربح بسبب عم بحكي عم نربح يعني لبنان مش للبيع يعني هو السماسره اللي لهم 30 سنه لقطين العصابه وكل يوم عم بمصولنا دمنا ليبيعونا بالتقسيط لا اوروبا ولا امريكا وطعوا عنا هون وبناخذكم وبنشيلكم وبنحطكم لا يا حبيبي لبنان بده يكون يا بيكون حر سيد مستقل حر سيد يعني مستقل يعني مش للبيع مش للبيع يعني بقول رح واضحين يعني مش لايران لا ولا لروسيا ولا لامريكا خي نحن في عنا مصلحتنا بدكم مصلحه ثانية بعمل مصلحتي بتاع مصلحتك هي اسرائيل اداه لمصلحه امريكا والاطلسي عم تعمل مصلحتها هيدا اردوغان عم يعمل يعني مصلحته اول شيء وبيعطي مصلحه غيره بس دكتور عماد هيدا الانابيب ومش كل واحد بيفتح حساب وبيمرق انبوب من مطرح ما هو بده هيدا عملت حرب بسوريا عشر سنين وبتعمل حرب عنا قريبا هيك راح يكون المشهد وخمسين 55% بالمية احتمال الحرب نحن دخلنا فيه بدك اكثر الاسبوع الماضي كان 40 وانا قلتها باحدى المقابلات عم نحكي 55 ممكن على بكره 60 حرب شامله ولا حرب خذ معلومه وخلوا يسمعوني وانا مره في مقابله من اسبوعين قلت خلوني يحضروا حالهم بين 25 و 27 طلبت من القبه الحديديه الاسرائيليه تكون جاهزه حنا اليوم عم بينشروا القبه الحديديه دبابات الميركافا عم تتوجه شمال 25 اب و27 اب نعم 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 يكونوا جاهزين بدك أك... عم نحدد لهم مين رح, مي مي رح يبلش بالحرب يعني حزب الله رح يضرب هلا هن ب... هن بيعتقدوا هن بيستفزوا نحن ما نبلش وهن بيعتقدوا انه فيهم هن, هن, هن يبلشوا بضربة استباقية أو ضربة مفاجئة بتضرب شو الهدف منها هلا هذه الحرب؟ شو رح تأثر؟ شوف هون هلا في ناس بتربطه بملف إيران النووي و كل شيء كيف هون اليوم بعد خمسين يوم تذكر نجيب مئاتي إنه بده يعمل حكومة مم. ما هن كمان ناموا 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 فجأة قال تقدمنا وقدموا اقتراح رح و... نتقدم بالتوقيع على الاتفاق، كل ما بيقربوا بيحكوا عن توقيع اتفاق وقربنا من الاتفاق شو بتسمع الاسرائيلي بلش يحكي عن حرب وعن بده ينفذ عمليات وكذا شوف اكيد في مكان ما مسرح لبنان العدو الاسرائيلي مربوطين بالمسرح الامريكي الايراني اكيد نعم هلا في محل لا في عندك هامش في محل لا اكيد في يعني في تقاطع قلنا في محور مشترك روسي ايراني صيني مشترك اكيد لا. اللي عم نشوفه بتايوان اللي عم نشوفه باوكرانيا هذه مش مزح اللي عم نشوفه على نظام نظام العالم العقوبات اللي عم بتصير يعني بلد اسرائيل تفركش الاتفاقيه اللي عم بيصير اليوم بين امريكا وايران شوف بي اسرائيل بحاله ضياع حتى اوضحها في عندها انتخابات وفي في عندها اول شيء انتخابات حاله مم. ضياع سياسيه مم. في عندها حاله تازم اقتصادي التضخم عندها بلغ ارقامه نحن بمركز دراسات نحن عندنا قسم عبري بنتابع الملف الاسرائيلي يومي نعم انا في اكد لك في عندهم حاله من الفوضى الاقتصاديه اكثر من نحنا عم نعيشها بلبنان وقت فكر بس هن عم كيف عم بيعملوا عم بيضخوا عندهم قدره ليه لانه عم بيجيبوا انت المشكله عندك بلبنان حاطين حصار عليك ما عم بتقدر تجيب دولارات نعم. هن عم بيقدروا يجيبوا دولارات عم بيضلوا يضخوا بس عندهم حاله ركود بلشت ترتفع عندهم مشكله بالكهرباء لانه عندهم مشكله بالغاز اللي عم بيصدروه اللي عم بيشيلوه بين انه يبيعوه افضل لانه هلا سعر عالي وبين انه يستخدموها ليعملوا كهرباء، فعندهم اشكاليه اليوم بموضوع الكهرباء، عندهم مشكله على مستوى البنك المركزي، كمان في عنده ازمه بموضوع علاقته مع الحكومه وضخ الاموال وعم بيحذرهم ما في، انه مفكر نحن ما بنعرف عندهم مثل ما هني بيعرفوا عنهم، بلا بنعرف بعض. م. اوكي؟ فلذلك المقتل عندهم الكهرباء. انا قلتها من ثلاث اشهر، ما عندنا كهرباء، ما عندكم كهرباء. عم حددلن وين نقطة الضعف، مش كريش. ما في كهرباء ما في كهرباء بس هن حساباتهم غير بالكهرباء بعدك عم تقول امين عام حزب الله بهاليوم الليله وبكره التنين بده يحكي خلينا نسمع خذ هالمعلومه مني يعني راح نشوف حكومه هلا قبل الحرب ولا ما في نرجع بنقول احتمالات الحرب ما حدا بيعرف الحرب. اكيد ف... حتى ما نكون يعني لا, عم لا نسعى لا صحيح. نسعى لتسويق للحرب نحن بدنا السلام السلام بالمعنى سلام انا باخذ بي... أنا لانه مش... حكيك على محمل اكثر من لا انا مش تهويله <applause> بس انا عم بحكيك معلومات هلا هل الاحتمال ال ال الحرب قلت لك عم ترتفع بس فينا باي لحظه يوصل موضوع التسوية تقترب أو يشعروا حقيقة أنه التكاليف ستكون عالية م. لا ويقبلوا يضحوا بس بالمنطق وبفهم الفكرة الإسرائيلية خلينا نقول الاسرائيلي والامريكي من وراء ما ممكن يقدم تنازلات اللي صبر 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 ما ممكن يقدم اليوم تنازلات اذا هو يسعى الى مواجهه ويسعى الى اذا بدك تحديد تحديد سقف المواجهه كل اللي بده اياه الاسرائيلي انه ما تكون فتح حرب اذا بدك مفتوحه بده اياها كلاشز اصطدام او اشتباك بده يها محدود ليحدد الاحجام طيب ما هو من المنطق بالتحليل اذا صار الح... يعني صار الاشتباك وتحددت الاحجام مستعد يقدم تنازل هذا سؤال ثاني ونفس الشيء اذا الايراني اليوم من هلا للتنان رفض او الامريكي قال لا والله هذه مش عجبتنا الشروط او ما مش الحال او بدنا بعد نستمهل كم شهر لبعض النقاط للاستضاح فيها لا. شو بنعمل نضل ناطرين والاسرائيلي عم بيقول طيب انا كمان بدي اذا عملت اتفاق مع لبنان بدي اخده وصدق عليه بمجلس النواب طيب مثل ما هو بده يصدق مجلس النواب ما عنده مجلس نواب ما نحن كمان ما ناخده على مجلس النواب وشايف الفوضى اللي عم بتعم بلبنان لا حكومة مع مع رئيس جمهورية رايحين مش في حدا فهمان شو وين رايح وشو عم بيعمل اصلا الاوانين مطاطة يعني بنشكرهم للفرنسيين يعني ولا مرة عطيونا شيء الا المدارس تعلمنا فيها يعرف كيف والباقي كله ما في شيء الله الله وكيلك فلذلك ليك نحن ملا حالة عايشينا كيف بدنا نروح نتفق وهن كيف بدهم يتفقوا كيف بدهم يوقعوا لنا بمجلس الكنيسة عندهم كيف نحن ما نوقع ما حدا فهمان شيء الله وكيلك فلذلك انا بقدر اقدر انه الاتفاق ما فيه عم بحكيك من هذا التحليل مش بس المعلومات لا. امكانيه الاصطدام عم ترتفع خلينا نسميها حرب الاصطدام او الاشتباك الملف النووي الايراني اذا بدهم يعرفوا اكثر الناس عنه ما في ملف نووي ايراني ايران ما بقى يهمها هذا الملف إذا بدهم يعرفوا أكثر عن موضوع ترسيم الحدود بالنسبة إلى كيف يفكر حزب الله، خلهم ياخذوها من حزب الله ما بيهمه ترسيم الحدود، حزب الله بيهمه ما يكون في إملاءات صندوق نقد الدولة علينا، ما يكون بقى في ضرائب لأنه الشارع رح يغلي، رح ينفجر، وبالتالي بيكون كل شيء عمله هذه 30 سنة، 40 سنة عم بعيد بتكون آخر سنة بعيد فيها حزب الله، لأنه آخر شيء بتقلب الطاولة عليه. برأيك رح يستعملوا أعداء حزب الله هذه الاستراتيجية ضده؟ أكيد هي تستخدم مشان هيك هو قال إذا بكون يانا يعني نجوع لا منروح للحرب مشان هيك مشان هيك مم. شوف اللي صار شو عمل شو عمل نجيب مئاته بعت الرسالة بطلب قال الرسالة اللي سربت قال بطلب من وزير المالية شوف كيف عم بيهرب يا زلمة أنا ما شايف بعد إنسان هالقد عنده قدرة ال... قدرة التلون يعني بشيلها عن ظهره في بوزير الماليه، وزير الماليه بده يشيلها يحطها على ظهر حاكم مصرف, مصرف لبنان، وهدول كلهم بيزطوها انا به بري، يا خي صح نبيه به بري شخص ذكي وقادر يدور الزوايا بس ما بتحملوه بقى ما هو يا معتر ما هو عم كل هجوماتنا كانت عليه طلع بريء منا؟ لا مش طلع بريء بس طلع في واحد بعد يعني, يعني 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 ما بعرف عنده قدره ما بعرف إلي هي القدره اللي تبعه كيف بيقدر مش يدور الزوايا يحف الزوايا <applause> لانه بيصطدم فيها يعني على الاخر قال ما بيطلع عند الرئيس م. وقال انه مش عم بيحكوه فجاه صار بيطلع طيب عيد السيده على عيد السيده نقى اسمان هو زعجينه ليه شو نقى يعني الوزير المهجرين مش زعجه لانه كلفه بملف الملف كان عم يفاوض عليه يعني تروك عم بيعمل بحل لك موضوع النازحين بنحكي فيه حلول لي قصه المصاري موضوع مصاري بس لحظه لحظه بعت وموضوع, وز... بعت وزير وزير... خلينا... خلي... وموضوع وزير وزير الاقتصاد بعت على سوريا وزير تل... خليني... المهاجرين خلينا وضح okay. مشكله مصاري خليني اوضح التاني وبنحكي بالتفاصيل اوكي المشكله الثانيه فتح عليه معركه لوزير الاقتصاد ويحمله قصه الخبز شو هو شو شو بيقدر يعمل ليش وزير الاقتصاد بالخبز ده شو يعني السفينه هو عم بيجيبها ما مصرف لبنان بيسكر له الاعتماد ويفتح له الاعتماد ليش هو عم بيشتريها من بيته ليش مين كلف مين ما هو بيعرف نجيب مئات كيف يعمل بره كان ضايفنا ونوجه له تحيه اليوم كمان هو بيعرف كيف عميزة. كان يبعث العالم لحتى تجيب ربط خبز مش هو ما عنده ايكيبات طيب. كيف كان عمل الازمه الما هو اللي هتغطي عليه ردني شوي ليه لانه طرح اسمه رئيس حكومه بلا مزح ولو خلاص ما انت بتعرف انه اخر مره هي لك واذا عم تحضر مر المسرح لمرت الجي اصلا مش بالمعادله مرت الجاي هي اخر مره لنجيب مئات ومنه بالمعادله مرت الجاي عنوان هيدي اليوم آه، وزير وزير الاقتصاد بس لانه طرح حاله رأي مرشح لرئاسه الحكومه هو شو بيوصله وزير الاقتصاد ابن عائله شو بيوصله لإله عم بيفتح معركه عليه اصلا غيره ما قدر فتحها شوف لاقول لك شغله المشكله اذا من ننبش. يعني بياخد الرئيس مئات المشكله شخصيه دائما بحب يحاول هاي مشكلته والمشكله مش شخصيه انت عم شغل سياسي يا حبيبي طيب موضوع انت بتعرف الامريكيين شو نقلوا لك رسائل وانتم شو هددتوا بعض؟ بدك اكثر نقول لك شو صار على الاتصال على التليفون؟ شو صار؟ ما عم هو بيعرف ايه هو بيعرف بس انا بدي اعرف كمان ولا حاجة. هي مجالس بالامانات طيب بس فيه ليه ولا. صار في تهديد بين الامريكان و لا هو بيهدد دغري بروح على الشخصي بعمل وتبع وب... ابنك وكذا بلا هو... حركات ما ياخذها بالشخصي يعني كل واحد عنده اولاد كل واحد قادر يوصل للثاني تبع ابنك آه آه وزير هيك قال على التليفون لمسؤول امريكي؟ <أم> لا مسؤول كان عم ينقل له رساله لا احد الاشخاص منيح اوضح من هيك ما في فما ياخذها بقى بالشخصي فاذا بياخذها هيك بالشخصي ما في هاجم امين سلام ما في هاجم الوزير المهجرين اللي اصلا عم بيحل ازمه للبنان هو <applause> كان سبب اليوم بيقول الرئيس النفس. ميقاتي ما بده الحل واقفه عند الرئيس حبيبتي ايه لانه بده يحل قصه كذا مليار علقانين مشان اتصالات تبعه بسوريا لا رئيس مئات اليوم عم بفاوض بملف النازحين <applause> آه السوريين بلبنان آه. آه. مقابل يحل آه. مشكله بده يحل مشاكله الشخصيه على ظهرنا، بده يحل مشكله الاموال المودعين على ظهرنا، بده يحل كل هول الازمات على ظهر الناس، يا حبيبي اللي عمل النقي بالنفس نحكيها من الاخر مش انت؟ مش انت حططنا كذا 33 34 مليار نحن اعباء الكهرباء و و مش انت كنت سبب؟ مش انت وقت رحنا رسمنا حدودنا مع قبرص مش انت كنت؟ مش نحن بدنا منك 500 دولار حق الخط التليفون اللي على اساس خلال ردون هلا اه ردون 500 دولار ردون ردون 500 على اه يعني صاروا 30 دولار تقريبا شيء هيك الله يستر الواحد بس ينفتح ملفه آه اخر موضوع في رئيس جمهوريه ولا ما في رئيس جمهوريه؟ رح يتاخر لراس السنه لانه المفاوضات مستمره عم بحكي المفاوضات مرتبطه بلبنان موضوع وصول إلى حل لموضوع العقوبات على لبنان، يعني لبنان يتعرض لضغوط وعقوبات. فمقابله يا إما بدك تسلم لبنان لصندوق النقد، يا إما بدك تروح ترسم حدود بمعنى بين تطبيع إذا بدك مع العدو الإسرائيلي وتوسيع إشكالية الهدنة. نحن في هدنة. صحيح. بدهم يزبطوها تحت إطار شو ما بدك سميها. نحن وين رايحين؟ أول شيء اتفاق الإطار صار ورانا كمان، انساه هذا. هذا صار من الماضي. ليه لانه ما له تاريخ زمني ما له بعد قانوني ما له شيء المقاومه ستحدد في الاشهر القادمه مستقبل خيار لبنان مش عاطل نروح للحرب بس اهم شيء نضل بكرامتنا دكتور عماد نحن بنحمل الحرب؟ بعد طيب لك امبارح الوزير طيب يعني شو بيقول اذا صار في حرب إيه؟ القمح المخزون القمح والطحين ما بيض... ما بضاي تجمع عظيم ما هو هلا ما هلا نحن مش معلش هلا بحالتنا الطبيعيه كهرباء ما في احنا على المولدات وعلى الطاقه الشمسيه اصلا ما في شو بدهم يخوفونا بشو مي كل الناس يعني كانت تصور الدنيا كانت عم بتشتي وناس عم تعبي مي لا لانه تواطم هاي الدوله العميقه بس, بس في ناس عم تقدر تشتغل تطلع شويه مصاري لتروح تشتري هربة الخبز اللي عم تتبهدل لتشتريها عم تروح فين يردوا لنا اموالنا الم... المنهوبه بالمصارف تصور اليوم خمس 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 مستويات للدولار بيقبض على على وخمسة تدفع ضريبة على على 20 ألف بده يعمل دولار تسحب على 8000 تسحب على 8000 وشوي لا القضاة غير العسكريين حبيبك ما الجيش والقوى الأمنية عاملينهم كيس رمل عاملينهم خدم عندكم هول مش قوة أمنية صاروا صاروا خدم عيب عليكم وبده شو بحرك ايه صيرفة بتلحق السوق السوداء من امتين انت الدولة بتلحق السوق السوداء بعد لتاريخ اليوم ما قدروا يعرفوا المنصة منين بتطلع وكيف يعطلوها بس بيقدروا يلحقوا واحد على الفيسبوك بس بيقدروا 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 بيقدروا, بيقدروا بس هي ما بيقدروا يعملوها لا يا حبيبي هاي عصابه هي ذاتها بتبدل وبتشيل وبتحط وبتطبع وكذا ليه ليفضوا لك البلد لحتى تركع اكثر لتكون رقبتك تحت اخر اخر الدورة. سؤال بس ب 20 ثانية في 20 في... قصرتها شوي في ديدلاين في فيee... اه... خط نهائي لهي المنظومة وقيمتها شوف أنا بقدر ما بفل فخامه الرئيس قبل ما يكون في حل والا نحن, نحن رايحين الى لا لا بعتقد اجواء فخامه الرئيس رايح بالفتره الدستوريه الانونيه وما بيخلف وبكون في حكومه يعني ما في حكومه ايه؟ لانه هذا شو يعني حل تكليف هذا الشخص لن يؤدي الى حكومه شو بده يغير تكليف اخذ كل شيء بالشخصي بده يكلف حدا تاني؟ ما بعرف عم اقول يمكن نضل هيك بس كمان اذا اخذ أدفايز من احد ال أه شو اسمه القانونيين بيقولوا انه ايه تشكيل حكومه اذا ما صارت واذا صارت واذا تصريف اعمال فيها تحكم لا يا حبيبي اللي اذا بس يروح الاصيل بيروح المكلف فهو ببطل مكلف هيدي اثنين ثلاثه بضل شخص واحد رئيس مجلس النواب يلي هو اصلا على تنسيق وارتباط يعني هو ارتباط بين المقاومه والولايات شو المتحده شو يعني رح يحكم البلد رئيس نبيه بري شو ما ما في غير خيار ما هو حاكم اصلا لا بس دستوريا دستوريا لا بعتقد مشان هيك الافضل يكون فخامه الرئيس ياخذ ياخذ خيار عنده خيار بيقدر ياخذه هو بيعرف يبقى شوه. لا عم نقول قبل ما يفل بيعرف شو الخيار لانه المشكله حتكون مشكله قياده الجيش مديريه مخابرات حرس جمهوري وزارات مؤسسات التفريغه الخيار في الطاوله بده يطبق فخامه الرئيس على الطاوله ويعرف انه في بظهره مقاومه وبيقدر ينفذ هو بيعرف شو فيه يعني. يعطيك العافيه مدير مركز الاستشارية للدراسات والتواصل الاستراتيجي الدكتور عماد رزق أهلا وسهلا فيك ببرنامج الحكي بالسياسة وشكرا على المعلومات مشاهدينا لهم يكون انتهينا من القسم الأول فاصل ومنتقل إلى القسم الثاني